السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحتي الغذائي. اليوم إن شاء الله سننطلق لموضوع خاص بالعضلات. إذن سنحاول أن نجيب على الأسئلة التالية أو التساؤلات. إذن ما هو فقدان أو ضمور العضلات؟ ما هي أعراض فقدان أو ضمور العضلات؟ ما هي أنواع فقدان أو ضمور العضلات؟ ما هي أسباب فقدان العضلات؟ ما هو علاج فقدان العضلات؟ إذن ما هو فقدان أو ضمور العضلات؟ يعرف أخواتي إخواني الضمور أو فقدان العضلات على أنه انخفاض في حجم النسيج أو العضو بسبب الانكماش الخلوي الناتج عن نقصان حجم الخلية لفقدانها السيتوبلازم والبروتينات. وتجدر الإشارة إلى أن العضلات هي أكبر خزان للبروتينات في الجسم، حيث تعمل العضلات على تزويد الأعضاء المختلفة مثل القلب والكبد والدماغ بالأحماض الأمينية لاستخدامها كمصدر لإنتاج الطاقة خلال فترات الهدم والتقويض. ومن الحالات التي يمر فيها الجسم بحالة من الهدم والتقويض هناك الإصابة بالسرطان والإنتان وتعفن الدم، وكذلك الإصابة بالحروق وفشل القلب ومرض الإيدز. وفي الحقيقة أخواتي إخواني إن تدهور البروتين المفرط في العضلات والهيكل العظمي وما يتبعه من فقدان للعضلات له أضرار بالغة للجسم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم الأمراض والموت. ومن هنا فإن الحفاظ على صحة العضلات أخواتي إخواني يعد أمرا بالغ الأهمية للوقاية من الاضطرابات الأيضية أي التمثيل الغذائي، وتوفير الطاقة للأعضاء الحيوية أثناء حالات الإجهاد. الآن ما هي أعراض فقدان العضلات؟ يمكن أن يسبب أخواتي إخواني فقدان أو ضمور العضلات ظهور الأعراض التالية: صغر حجم أحد الذراعين أو الساقين بشكل ملحوظ مقارنة بالذراع أو الساق الأخرى، ومعاناة المصاب من ضعف ملحوظ في أحد الأطراف، وقلة النشاط البدني لفترة طويلة جدا. الآن ما هي أنواع فقدان العضلات؟ يمكن أخواتي إخواني تقسيم أنواع الضمور العضلي على النحو التالي: هناك ضمور العضلات العصبي، ويحدث هذا النوع نتيجة تضرر الأعصاب التي تحكم أو التي تتحكم بالعضلة، مما يعيق قدرة العصب على تحفيز العضلة بالانقباض والانبساط أو الحركة بشكل طبيعي. ونتيجة لعدم حركة وتوقف عمل تلك العضلة يعمل الجسم على هدم مكوناتها نظرا لاعتقاده بعدم حاجة الجسم لها. وهناك ضمور العضلات الناتج عن عدم استخدامها، ولهذا فممارسة الرياضة والنشاط والحركة تؤدي إلى نمو العضلات وتطورها، بينما يؤدي عدم استخدام العضلات وإهمال الممارسة التمارين الرياضية لفترة من الزمان إلى ضمور وفقدان تلك العضلات وانخفاض قوتها وحجمها. ويؤثر هذا النوع من الضمور العضلات في المرضى الذين يبقون طريح الفراش والذين لا تتحرك أطرافهم لسبب ما لفترة من الزمن، وهناك فقدان العضلات المصاحب لالتهاب المفاصل. ويحدث هذا النوع نتيجة عدم تحريك العضلات ونقص نشاطها بسبب آلام المفاصل ونطاق الحركة المحدود. وتضم الحالات الطبية التي تسبب هذا النوع من ضمور وفقدان العضلات وهناك التهاب الجلد والعضلات، وكذلك الفصال العظمي والتهاب مفاصل الروماتويدي. الآن ما هي أسباب فقدان العضلات؟ وكما ذكرت سابقا يحدث فقدان العضلات بشكل رئيسي نتيجة عدم نشاط العضلة وقلة استخدامها، كما هو الحال مع المرضى الذين يلازمون الفراش لفترة طويلة جدا. ومن المثير للاهتمام أخواتي إخواني أن رواد الفضاء قد يلاحظون تعرضهم لضمور وفقدان العضلات بعد بضعة أيام فقط من انعدام الوزن في الفضاء. وهناك أخواتي إخواني أسباب أخرى لضمور أو فقدان العضلات، منها الشيخوخة، ولهذا فالمسنون هم أحوج للممارسة الرياضة أكثر من الشباب، ولكن للأسف نجد أن المجتمع لا يشجع المسن على ممارسة الرياضة، والدليل هو انعدام وجود صالة أو قاعة للرياضة خاصة بهم على غرار تلك الخاصة بالشباب، بل تجد بعض المسنين يتزاحمون مع الشباب في هذه القاعات وكأن الرياضة سلوك غير لائق بالمسن، والعكس هو الصحيح. فكلما تقدمنا في العمر كلما أصبحت الرياضة واجبة
إذا أردنا أن نحتفظ بكتلتنا العضلية وإلا فإنها ستضيع تدريجيا بسبب أفكار لا أساس لها علميا. فلننظر للمسنين الصينيين فلنا فيهم قدوة حسنة. وهناك أخوات إخواني الاعتلال العضلي المرتبط بالكحول، وهو ألم وضعف في العضلات ناجم عن الإفراط في شرب الكحول على مدى فترات طويلة من الزمن. ولا ننسى الحروق والإصابات مثل التمزقات وكسور العظام وسوء التغذية وإصابة النخاع الشوكي والأعصاب الطرفية والسكتة الدماغية. وهناك أيضا كذلك شلل الأطفال، وهو مرض فيروسي يؤثر في الأنسجة العضلية ويمكن أن يؤدي إلى الشلل. ولا ننسى التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض التهابي مزمن يؤثر في المفاصل. ومن الأسباب هناك فقدان الشهية العصبي، وهو اضطراب في الأكل يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد، والإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة المعروفة بالإيدز، وتليون العظام، وهو ضعف العظام الذي يمكن أن يؤدي في حالة عدم علاجه إلى مضاعفة صحية خطيرة مثل الكسور والتشوهات الشديدة في العظام والانزلاق القرص في العمود الفقري وفتقه. وفات الكالسيوم الدم، وهي حالة يحدث فيها ارتفاع في مستوى الكالسيوم في الدم. الآن ما هو علاج فقدان أو ضمور العضلات؟ يحدد العلاج أخواتي إخواني المناسب لضمور فقدان العضلات اعتمادا على تشخيص طبيعة وشدة فقدان العضلات ومعرفة الأسباب والحالات الطبية المرتبطة بحدوثه. وإضافة وتتضمن العلاجات الشائعة لضمور العضلات إضافة إلى علاج السبب ممارسة الرياضة، حيث تعد السباحة من الرياضات المناسبة لعلاج ضمور العضلات، إذ أنها تلعب دورا مهما في تسهيل الحركة. وهناك العلاج الفيزيائي الطبيعي، حيث يستطيع المعالج الفيزيائي تعليم المصاب الطرق الصحيحة لممارسة الرياضة. وفي حال مواجهة المصاب لصعوبة في الحركة فإنه يعمل على تحريك الذراعين والساقين للمريض. وهناك أخواتي إخواني العلاج بالموجات فوق الصوتية، حيث يمكن علاج فقدان العضلات من خلال استخدام الموجات فوق الصوتية. كذلك هناك حل آخر وهو العملية الجراحية، فقد تكون الجراحة ضرورية إذا كانت الأوتار أو الأربطة أو الجلد أو العضلات مشدودة بشكل كبير جدا يعيق حركة المصاب. ولا ننسى تعديل النظام الغذائي، حيث ينصح الأطباء مرضى ضمور أو فقدان العضلات بالتغذية المناسبة، وقد يصفون بعض المكملات الغذائية المناسبة. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.